حياكم الله مشاهدين قناة رواد الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في برنامجكم. اليوم يوم العيد وكل عام وانتم بخير، والله يزيد ان شاء الله من العيدين. اليوم الكل يستانس، لكن عاد كبرنا وما حد صار يعطينا عيدية، ولكن احب استغل هذه المناسبة وارفع اسم ايات التهاني والتبريكات الى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والى نائب رئيس الدولة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والى ايضا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي العهد الامين، وكل شيوخنا الكرام وكل الشعب الاماراتي والشعب الاسلامي. نقول لكم كل عام وانتم بخير. وايضا هنا في الاستديو احب اقول في البداية لزميلي عمر، كل عام وانت بخير يا عمر. كل عام وانت بخير يا زميل محمد، كل عام كل الأمة الإسلامية والعربية بألف خير وعافية، إن شاء الله ينعاد علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وكل عام ومشاهدي قناة الرواد الفضائية بألف خير إن شاء الله. يا مرحبا بكم، حياكم الله. طبعا بالتأكيد اليوم الأجواء جميلة جدا في الاستديو، الكل فرحان والكل جايب معاه عيدية، خاصة اللي على يسار اللي بحكم إنهم ما شاء الله فلوسهم يعني بحكم الإدارة وغيره وكذا. في البداية طبعا نرحب برئيس المجموعة السيد مصباح حسن عبد الله، ونقول لك العام أنت بخير وهلا هلا فينا بالعيدية أبو عمر. يعني ان شاء الله. الله يسعدك يا رب، كل عام انتم بخير. كل عام انتم بخير، الصحه والسلامه والعيد مبارك عليكم، عساكم من عواده، وكل عام انتم بخير بمتابعين ومشاهدين قناه الرواد الفضائيه في كل مكان. الله يسعدك يا ابو عمر. ايضا معانا هني طبعا هاني ابراهيم نائب رئيس المجموعه، كل عام انتم بخير يا هاني. وانت بخير يا ابو مايد، الحمد لله، ونهني ضيوفنا الكرام ومشاهدينا في قناه الرواد الفضائيه، ونقول لكم كل عام وانتم بخير. الله يسعدك، بالتأكيد اليوم الكل فرحان، وتحية خاصة ونقولها بعد يعني اليوم فرحانين بوجودها معنا أحد أقطاب الإعلام العربي، والتي هي تعتبر مدرسة إعلامية أضافت للساحة الإعلامية بالعالم العربي، وتحديدا أيضا في دولة الإمارات بحكم أنها كانت يعني من المذيعات البارزات في قناة أم بي سي وعدة قنوات. أستاذتنا الأستاذة أميرة الفضل، كل عام وأنت بخير. وانت بخير يا محمد، وكل الموجودين بخير وسعادة ان شاء الله، وكل مشاهدين قناة رواد الفضائية بألف خير. شكرا لك على المقدمة الجميلة، بالعايدين الفايزين ان شاء الله. الله يسعدك. اهم شيء احنا جينا ضيوف، والعيدية العيدية عند الاستاذ. نعم، مرحبا بكم بكل تأكيد. مرحبا أستاذ مصباح، أستاذ هاني، مرحبا بالأستاذ القدير أستاذ أميرة، وضيوفنا أيضا يتواصل هذه الحلقة، ونرحب أيضا بضيفة الأستاذة نورة. مرحبا بك، كل عام أنت بخير. كل عام أنت بخير. وانت بخير، وكل عام وانت بخير للجميع كامل. نعم، ايضا في ضيافتنا اليوم الاستاذ عبد العزيز. مرحبا بك استاذ عبد العزيز، كل عام وانت بخير ان شاء الله. انت بخير وصحة وسلامة للعادين الفايزين يا رب. شو اخبارك انت، شو العيد وياك؟ والله الحمد لله، كيف العيد معك؟ والله الحين تو اول يوم بعد ما مشينا. يلا جاي مبشر ما شاء الله عيدية، لازم نتحمس. تمام، نتحمس للموضوع. يعطيكم العافيه. طبعا هايدي، انا اول ما قال لي اسمك استانس صراحه. هايدي ذكرتينا بايام الكرتون وعدنان ولينا وغيره. كل عام وانت بخير يا هايدي. وحضرتك بخير يا رب، وينعاد عليك وبالصحه والسلامه. وبما اني فكرتك بالكرتون فيرد بقى العيديه عشان انا لسه طفله. يا سلام، ماليش علاقه. انتوا المصريين فاكهتنا، ماليش علاقه. اذا وجد المصري معناته وجدت الابتسامه. اليوم عاد مو عندنا احنا مصريه واحده ولا مصري واحد، عندنا ما شاء الله مجموعه اثنين، وفي عرج بعدين على اليمين. الله يسعدكم يا رب. ناس نانسي ولا لا؟ نانيس. 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 يا أبوي ترى الأسامي حلوة، مريم، فاطمة وغيرة. تعبونا إحنا في الإعلام عشان نحفظ أساميكم، بارك الله فيكم. ما هي مامتي سمت فرعوني، قالت لازم نرجع للأصل شوية. كل عام وأنت بخير. وأنت بصحة وسلامة. الله يسعدك يا رب، طول عمرك. طيبين وعيد أضحى مبارك عليك. يا أهلا وسهلا. أيضا معانا زميلة منال من اليمن الحبيبة والغالية، وتحديدا من عدن، ما شاء الله عليكم. عاد هالعدن عندكم علوم وسوالف هناك خاصة في أيام العيد. إيش حالك؟ إلا بخير، وكل عام وأنت بخير. كل عام وأنت بألف خير. أحب أن أرحب بالجميع المتحاضر في قناة الرواد الفضائية، وأهنيكم بمناسبة عيد الأضحى، وكل عام وأنت بخير. الله يسلمك. عمر، احنا كنا صغار كنا نفرح يعني لم ننتظر العيد بشغف، بحكم احنا كنا مفلسين خاصة أيام المدارس. وتعرف لما يعطونك خمس وتجمع من الخمس تصير 100، اوه شيء كبير يعني. اكيد. وراس مالنا احنا نسميها الدورفه، مكان يعني دورفنات اللي هي يعني عربانات يدزونك ما اعرف شو، يقصوا علينا سندويش جبن بنص درهم بعد نوفر. فهيك الايام كانت اعتقد يعني ان كانت غير، كانت العيد كان له لذه عند الطفل.
لكن اليوم تغيرت المفاهيم، وهذا كله بفضل رب العالمين وبفضل قيادتنا الرشيدة. اليوم يعني أصبحنا نحن خاصة في الخليج ودول عربية الكل شيء متوفر. اليوم لما تعطي أنت الطفل مثلا 500 درهم عادي عنده ولا يقول لك شكرا حتى. اختلف العيد بين اليوم والأمس، وبالتأكيد في اختلاف العادات والتقاليد بين الدول العربية في كل مكان، ولكن يبقى فرحة العيد وتبقى دائما هي حاضرة ومتواجدة، ودائما ما بتكون العادات القديمة أحسن بكل تأكيد وأفضل من الآن. ونبدأ يمكن بأستاذ مصباح عبد الله ونقول إنه في العيد بالتأكيد عيد مختلف، والذكريات أيضا هي ذكريات جميلة جدا، فذكريات أستاذ مصباح مع العيد. والله شوف أجواء العيد هي أيام جميلة وسعادة ومرح. طبعا أنت تعرف خاصة العيد، طبعا عيد الضحية عيد لحم، يعني أنت تعرف الحلاوة حقت فيه لحم، ويعني عيد طبعا أجمل الأعياد عيد الأضحى العيد المبارك. وطبعا أكيد الأيام دي طبعا الناس كلها يعني الكل فرحان والكل يعني تواصل ما بين لكن نحن لو رجعنا زي ما تكلم الأستاذنا الكبير الشاعر الله يسعدك، زمن كان الناس طبعا أنت تعرف كل ما يمر الزمن العادات والتغاليد تتغير، وطبعا زمان كان الناس تأخذ جولات وكان الناس تروح في الحارات وكده والدنيا عيدية وكده، والآن طبعا الناس شوية بتغيير دخول التكنولوجيا والمعلومات واللي هو الأشياء المباني الحديثة طبعا، يعني العادات والزمان طبعا الناس تخلت عنها كثير، لكن يظل العيد هو صراحة دائما العيد تظل اللي هو المحبة بين الناس، تظل المواصل وتظل المناسبة مستمرة في كل عام. نعم. أنا بس أبغى أقول شيء، تعرف يعني أستاذ مصباح أكثر شيء أنا بالنسبة لي مزعج في العيد إيش؟ إنه المعايدة عن طريق الواتساب. يا عمي ما يجوز، يعني أجمل ما في العيد إنك ترفع التليفون تتصل على الشخص وتتهنيه، يسمع منك فرحة العيد، يحس بمشاعر العيد، تحس إنه يعني يشاركك نفس الشيء، لكن ترسل لي رسالة طيب يمكن شفتها يمكن ما شفتها. ما أنا قلت لك طبعا يعني من خلال دخول التكنولوجيا، يعني زمان كان حتى التليفون ما كان موجود، الواتساب ما كان موجود، وكان الناس تتحرك، يعني رغم إنه كان وسائل النقل ما متوفر زي الآن، برضو كان الناس تتواصل، كان التواصل أقوى من الآن، ودي كلها صراحة التكنولوجيا هي أثرت فينا كثير وخلتنا بقت الآن المعايدة أغلب المعايدة بقت عن طريق التلفون، وكان زمان الناس حتى كان وسائل النقل ما متوفرة، كان طريقة عن طريق اللي هو الوسائل الموجودة سواء كان الدئاب أو سواء كان اللي هي الوسيلة اللي كانت موجودة، وكان الآن حتى التواصل الناس بقت يعني شنو إلا الناس القريبين مع بعض، لكن إذا أنت عندك واحد في مثلا في مكان مضطر انت تعيد عن طريق اللي هو الواتساب او عن طريق التليفون، ودي كلها شنو يعني حتى التكنولوجيا هي ذاتها غيرت في عاداتنا وتقاليدنا، وكانت لها مؤثره حتى المباني الشاهقه، وزي ما قلت كان زمان كان المباني هي ما كانت مرتفعه، كانت عباره عن حارات صغيره، وكانت الناس تجو يعني كان تاخذ جوله يعني لحظه العيد بعد صلاه العيد الصباح، وكان الناس تعيد على بعض. نعم يعني اميره اليوم نحن نقول الحمد لله بأن قيادتنا رشيدة كرست جهود كثيرة بحيث أنها تحافظ على التراث، ومن ضمن التراث هو السنع، والسنع في عاداتنا وتقاليدنا نحن مناسبات مثل هذه العيد. اليوم أنت لازم تعلم أولادك على التزاور، على الترابط الاجتماعي، الترابط الأسري. يمكن في كثير من المدن اللي هي أو القرى اللي بعيدة شوية عن المدن ما زالت محافظة على الطقوس نفسها، حتى في رمضان يمكن أنا تكلمت في هذا الموضوع، ما زالوا اللي هم الجيل القديم قبل 50 سنة اللي كانوا يجتمعون برا البيت أبو عمر والكلام للجميع ويفطرون مع بعض، ما زالوا لليوم محافظين، لازال محافظين متمسكين بالعادات والتقاليد. فاحنا نقول دائما المسؤولية لولي الأمر بأن يتوارث العادات والتقاليد ويعلمها لأولاده عشان يحافظون على يعني هذه الهيكلة الجميلة في حياتنا. احنا المسلمين تعودنا، العرب خاصة ايضا تعودنا على موضوع الترابط الأسري الاجتماعي، لذلك اليوم احنا نقول هذه مسؤوليتنا نحن ان نعلم أولادنا عشان ما تنبقى مسؤولية الإعلام. الإعلام من خلال القنوات الفضائية، من خلال المواقع، الهيئات المسؤولة لازم ترسخ هذه العادات والتقاليد. الإعلام له جزء كبير جدا في أنه يظل متمسك بالأصالة ومحافظ عليها، معلم ينقل الأصول والعادات والتقاليد والتراث اللي هو عبارة عن باللهجة العامية اللي هو السنع، وهو ما يعرف بعادات وتقاليد الشعوب. واللي هي ينقلوها لهم من خلال الإعلام بشكل
مبسط بشكل جميل بشكل في محبب، وبالتالي محافظة وتمسك بالعادات وبالتقاليد وبالأصالة حتى في وجود التطور الحضاري والتكنولوجي والثقافي اللي موجود، حتى ما يكون في نوع من اندثار لهذه العادات. نعم. بعدا عنها ما نعرفها الحين. بعض الأحيان لما تقول كلمة أو مفردة قديمة تحس إنه الجيل الجديد ما يعرف، ما يشاركك استغرب. هذا الشيء وإحنا انظلمنا أيضا أميرة بقاطعتك، إحنا انظلمنا هذا الجيل في مسألة العيدية. يوم كنا صغار كانوا يعطونا درهمين وخمسة بس، كان عندك كمان 500. لا ما ظلمت، بس كان عندك غيمة، كان عندك غيمة صح، كان عندك غيمة، ما كان درهم درهمين، كان صغير ما شاء الله. الحين تعطي 500 طالعك بس يعني ما بعد لا لا بس يا أنت يعني إنه عيال أختي مثلا تعطيها تقول بس كذا يعني ما تجيب شيء 500 ما تجيب شيء. أنا ما كنت أخذ 5 دراهم 5 ريالات وكان يخب علي بعد وقتها يعني. نعم. كانوا يعطونا أكثر. نعم. نشوف العيد كمان عند أستاذ هاني والتواصل، كيف أستر يمكن التواصل الاجتماعي مع العيد، وهل بتحس أنه فعلا في فرق في التواصل الإحساس بالعيد؟ طبعا طبعا، يوم العيد صراحة هي يعني يوم السعادة، يوم الابتسامة، ويوم صراحة التواصل. يعني نحاول نحن في يوم العيد قدر الإمكان إن الواحد يطلع الطاقة الإيجابية. صحيح. ومن أهمها طلع العيدية لأن هي صراحة توزع الطاقة الإيجابية حتى للأطفال. صح. تحسسهم بالعيد، تحسسهم بالسعادة. ويعني صراحة أيد الأخت ما قالت يعني التواصل يكون صراحة السوشيال ميديا والتكنولوجيا صارت الحين كلها بالرسائل. صح. فما تأيد يعني السعادة، أما الإرسال صراحة يعني اتصال يوصل السعادة للصميم في القلب، يعني يحس إن الصراحة بالمعزة، ويحس إنها صراحة خاصلة. ويعني صراحة يعني العيد يعني للكل، ونتمنى يعني الكل واحد يكون سعيد في هذا اليوم إن شاء الله، وقدر الإمكان يطلع الطاقة الإيجابية وكذا يعني. وأنا متأكد إن يوم أنت وأستاذ أبو عمر بتسعدونا جميعا إن شاء الله بعيديتكم. أكيد أكيد. الله يحييكم. بننتقل إلى يعني مصر الحبيبة. مصر تعودنا عليها بأنها أكثر الدول العربية هي اللي تشعرك بأن يعني فرحتك هي فرحة الشخص هذا أو حزنك حزنهم. أنا يمكن التمست هذا من خلال يعني سابقا كنت أصور في مصر، عشت مع هال الناس الطيبين، تلاقي أبو عمر واحد جاي وفرحان بس مجرد أنه شاف زينة في عرس في فرح، تلاقي فرحان وتفتكر أنه عرسه وهو مسكين ما يعرفهم عندهم يعني هذه العادة الجميلة تواصل. أيوة. ففي العيد ما شاء الله عليهم تلاقيهم يعني حتى اللي مسكين ما عنده تلاقيهم زين بيته بليت وفرحان ويعبر عن الفرحة. فكلمينا شوي عن طقوس اللي عندنا. الفكرة أنه مهما كان الشخص فقير أو غني ففرحة العيد لازم تدخل البيت. نعم. لأنه ما فيش حد بيسيب زميله أو جاره أو قريبه أو أي حد ما يحسش بفرحة العيد. ده مهم. وأنا أفتكر أمي يعني ربنا يديها صحة، القعدة بتاعت قبل العيد بيومين والأجندة وكل الأهل والأصحاب والبعيد والقريب لازم تليفون، ولازم نسلم على العيلة كلها، ولازم في نتجمع يوم العيد الصبح سواء بقى عند الجد سواء عند في بيت الأم. مهم يكون في حياة واجتماع، والأطفال والعادية كبرت أو صغرت هو الموضوع ما كانش بيفرق قوي قد فرحة إنه أنا عارف أنا هاخد فلوس دلوقتي عشان دي عادية، ده مش مصروف ودي مش مكافأة على حاجة، دي فرحة كده ربنا بعت لنا عيد فلازم كنا نفرح وننبسط وتخش الفرحة على قلوبنا. وطبعا طبعا لازم الفتة، يعني نرجع مصطلة الفتة كده إيه قفلنا اليوم الفتة دي أكلة مصرية لازم بنعملها في عيد الأضحى. بالظبط، رز ولحمة وخبز المايك مايك مايك بالظبط، خبز ورز وفوقيهم صلصة ولحمة. أيوة. الكل ينبسط، وفي بقى تقيلة كده، وبعديها بقى زيارات بالليل، وبعديها نتقابل واللي عايز يخرج. المهم انه يكون في اجتماع بعد الصلاة، الناس تتجمع مع بعض علشان يحسوا بجد ببهجة العيد. والله انت شحيتين شكلنا احنا بنقطع البرنامج ده لا المشكلة طبعا دي بالسعادة أميرة. المشكلة عندنا واحد من الشباب هنا في القناة من مصر وإعلامي اسمه أحمد صلاح يوعدنا بأكلة مصرية من سنتين الحين، حتى مكسرات ما شفنا. يا أخي حرام عليك، زوجتك موجودة وما أستثنيك أنت أيضا دكتور أسامة، المدام موجودة يا من أمريكا وفي الليل تروح عنا وتقول أنا شبعان لأن في أكلة تنتظرك. يا أخي ترى احنا أخوانك وربعك، الله الله فينا يعني. وطبعا موعدنا طبعا أنه يعمل لنا مكرونة بالبشاميل.
منو هذا؟ احمد 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 صلاح. مش مكرونه بشاميل، المصري ما يعتبرش بشاميل. فطيره مشلتت مصري، مشلتت حاشي. أيوة. آه. كشري. آه. فول فته المصري الاصيل. الخيب الارانب. احنا في موسم الفته بالضبط. الفته هي اجمل طبعا اكله محببه بعدين خفيفه، بالذات كمان لما يكون معبية من فوق لحم وكده وهناي بس خفيفة. انت تاكل شو اسمه وتميز على ما عندك تقوم اصلا تاكل وتميز. بس كمان اللي بيضيف البهجة كمان يا استاذ محمد غير الفتة والاكل، اللبس، لبس العيد ده شيء اساسي يعني جنب العيدية للأطفال لازم اللبس، حتى لو أنت شاري لابنك أو لبنتك لسه امبارح مثلا، لكن لازم طقم العيد. لازم طقم العيد. أيوة. أنا أقول لك شغلة، لما يجي دورك راح أسألك عن الجبنة القديمة. اسطنبولي ولا براميلي؟ لا مش هقول اسمها الحين. انزين. لكن عمر أنا ما أشوف الشباب ما شاء الله عليهم. نعم أستاذة. هلا بالشباب. أخش أستاذة نورة وبعدين أشوف عبد العزيز. نورة خليك هاي معنا. طيب نشوف عندك العيد وأيضا شنو العادات والتقاليد اللي عندك في العيد من صباح العيد ويمكن حتى ترتيبات قبل العيد. أفضل الأكلات المشهورة عندهم. وعندك أنت من المغرب كمان، عندكم ما شاء الله الطاجن المغربي وعندكم أكلات. نعم. كسكسي حبيبي، الكسكسي باللحم كما أخبرنا أبو عمر. يوافي. نعم تفضلي. أنا بصراحة يعني العيد كنت بعيد يعني بفرنسا بأهلي، أكيد أنا أصلي مغربية، عندنا أكل مغربي بس مغربي وفرنسي يعني الاثنين مع بعض. بس في فرحة العيد أكيد طبعا موجودة في أي مكان في العالم. بس أكيد كلنا مسلمين مجمعين يعني مبسوطين وكلنا فرحانين وكلنا بس نستنى هذا اليوم يعني في السنة بصراحة ويجمعنا كلنا، فهذا كل سنة بيكون يوم كبير ويجمعنا كلنا ونفرح كلنا. فأكيد في أكل بس مش بس أكل، أنه أهم شيء أنه بيجمعنا لمة الناس وجمع. نعم. الناس حولنا. لا ويطلعون حتى الشوارع ويغنون أكل جرحي جريت حتى الشيء ما عزيت وفيك. لما العيد يغني لا مشيت عليه. مشيت عليه. طيب هنا عندك الحين زين، خلونا الحين من الاكل يوعتونا مثل ما قال ابو عمر، خلنا نتكلم عن الام والاب في هذا اليوم. يا سلام. يعني شو اللي ممكن احنا او شو اللي قدمناه حق يعني ابائنا وامهاتنا في هذا اليوم وشو اللي نتمنى نقدمه؟ انت لمست موضوع بالنسبه لي حساس جدا، لان انا بالنسبه لي الام والاب مهما لا لا ما فيش لا لا انا رايي ان مهما الابناء اعطوا للام والاب مش هيوفوهم حقهم ابدا ابدا، وفرحتهم بينا في العيد اكننا احنا اللي احضرنا العيد، مش ان هو عيد اسلامي بيحاول ان هم يسعدونا بكل الطرق، بيسعدونا بترتيب العيد هيبقى عامل ازاي، النهارده هنروح المكان الفلاني، بكره هنعمل كذا، اللبس، الاكله، الضحكه. انا فاكره امي حتى لما كنت اعمل حاجه غلط الله يرحمها ووالدي الله يرحمه يجي علشان ينبهني او حاجه تقوله سيبها مش دلوقتي، خلينا احنا مبسوطين احنا بنفرح بعدين ابقى اقول ابقى اتكلم. ف أنا ما أقدرش أقول غير الله يكرم كل أم وأب آمين. الله يرحم كل أمهاتنا. آمين آمين آمين. إذا بتستأذن تسمح لي يمكن أستاذ عبد العزيز. نعم. نحن الآن يمكن أستاذ المشاهدين نحن الوطن العربي متمثل في هذه الجلسة بشكل مصقر جدا، عادات وتقاليد من مختلف الجنسيات المختلفة متمثلين كلنا هنا في استوديو قناة الرواد الفضائية وفي يوم العيد. أستاذ عبد العزيز العادات والتقاليد أيضا في الكويت مختلفة. لكن يعني نبتدي أول شيء نروح نصلي صلاة العيد بعد الفجر، يعني نجهز أعمارنا نلبس الثوب ونتكشخ وكذي ونروح. بعد ما نخلص العيد نروح مثلا بيت الأقارب، مثلا بيت عمي أو بيت خالي، يعني أكبر بيت في العائلة يعني عشان نتجمع كلنا. بعدين ما شاء الله يبدي المشبوس دياي ومشبوس لحم ونبدي الأكل يعني. بعدين نفكر بالطالع، نفكر أول شيء مثلا مرات نقيد يعني نقعد. أبو سعود البكر والله يخليك كأنك أم كلثوم وتتغني. والله. فيعني يعني لازم نقيل بعد الاكل. ايه
نغير يعني ينام يرتاح شويه قيلوله نعم لكن يكون ثقيل كلش مجبوس دياي شو مو ثقيل يطيح بالارض ف يعني بعد الاكل نعم بعدين نروح بيت نطلع مع اصدقائنا نروح المول مثلا نتجول مو مثل قبل تروح تلعب في الفريج تلعب كوره مع ربعك وكذي لا الحين تروح مول تلفونات اتصالات وانا انتقد اللي يكتب لي على الواتساب والله العظيم ازعل من عنده وايد يعني زين لقيت احد معاي يعني في هالجلسه انه بس في ناس يقولون اسهل انت ليش ما انا اقول لهم شيئين ما احبهم على الواتساب لا دعوة تجيني مثلا لحضور إيفنت أو دعوة مثلا لزيارة ما جاوب نهائي بالإيفنت ولا حد يعايدني بالواتساب لا أنا حتى الاتصال أنتقده لأن يتصل عليك يعايد عليك ويقول لك ما تفضل يعني تعال للبيت أو شيء إذا بعيد ما تفضل يعني فيعني لو مثلا أنا أتصل عليه أقول له السلام عليكم تفضل عندي البيت ليش ما تقولي تفضل عندي البيت زي يا جماعة بس لي مداخلة أيضا فضل. يعني أنا بتكلم عن نفسي اليوم أنا مثلا في موبايلي 7000 شخص أوكي وعندي علاقات قريبة وعندي علاقات شوية بعيدة فأنا أحيانا قد تنسى الشخص مثلا لكن أقول أتذكره برسالة برودكاست مثلا لكن الناس اللي هم أهلي وناسي وكذا أنا أتواصل معهم أنا معاك في هذا الشيء المقربين أو الأصدقاء المقربين والأهل بس لما أنت حتى في أحيانا حتى من باب العمل يرسل لك نتشرف بحضوركم طيب يعني حتى لو أنت حتتشرف بحضوري أوكي لكن على الأقل رفع تلفون أعطيني إحساس إنه أنا فعلًا زين أميرة الله يخليك من الحين أقولك كل عام وأنت بخير عساك من العايدين زين أول يوم يعني أوكي أول يوم عيد أقولك كل عام وأنت بخير عساك من العايدين وعيديتك إن شاء الله تأخذين اليوم من أبو عمر منا السلام عليك عيدك مبارك شو أخبارك أنا أعرف أقول كلمات عن صنعاء ما قلت عن عدن ولكن اليوم بعد عدن وصنعاء هي بالنهاية تنتمي إلى اليمن صحيح. خبرينا يا منال في اليمن كيف تقصد والله عادات اليمن البساطة أولاً نعم نبتديها بالبخور والعود والروائح الطيبة الله أكبر هذا شيء أساسي طبعاً في العيد نعم ونبتدي أولاً في صلاة العيد نبدأ نجهز الوالد والأخوان ونبدأ نبخرهم أكيد في العود والعطور وبعد الصلاة نبتدي باستقبال المكالمات ويبتدي يعني الناس يمروكم للبيت طالبين عسب العيد نحن عندنا العيدية اسمها عسب العيد نعم فعسب العيد عسب العيدية العيدية أيوة يبتدي الجيران يزوروكم وهذا فنعطيهم عيدية نعم أنا صرت أحطي أعذار الحين نعم أقول ما صرفت ما حصل لا والله الحين الأيام هذه أعطي عيدية حق الياهل يقول لك أنا بصرف لك إيه والله العظيم أعطيك واحد 200 قال لي قلت له كم تبي عيدية قال لي أعطني 100 قلت له أنا عندي 200 قال لي تعال بصرف لك أي مجمع هو من أول زين لا حتى لو مجمع عندك يقول لك تعال بسحب لك لو ما عندك انت مثلا فلوس بتحصله بيطلع لك الجهاز انا عندي جهاز مشكله يجيب الفيزا لا تستبعد انا اجل لا تستبعد هنوصل مرحله هذا الشيء خلاص هنوصل نعم تفضل الحين بنرجع لا استاذ مصباح استاذ مصباح يمكن بعد تكلمنا عن التقاليد والذكريات ايضا تكلمنا عن يمكن شويه من لمحات العيد ترتيب الاولويات او عموما تقسيم الوقت في العيد ايام اجازه بسيطه بتكون فيها الواحد عايز يرتاح وعايز يوصل الناس وعايز كمان يبعد شويه من ضغط العمل ومن الضغط النفسي عموما اللي كان قبل العيد وصلت محمد الملا وربعه بالنسبه لي يعني العيد صراحه في كل الاعياد عندي يوم يعني يختلف عن الايام العاديه انا بالنسبه لي اشوف الراحه حقتي السنويه صراحه يوم العيد وارتاح فيه يعني انا هذا بالنسبه لي يوم مقدس واحب هذا اليوم العيد بحيث انه دائما انتظر هذا اليوم صراحه بفارغ الصبر بحيث انه انا ارتاح فيه ومن ثم في اليوم الثاني الواحد يبدا شنو يتحرك اذا كان عنده عايز عيد على الناس لكن غالبا طبعا الايام ايام العيد هي طبعا ايام جميله وصراحة تحسسك بالسعادة وتحسسك بتغيير الأجواء ودائما هذا يوم محبب وصراحة هو يوم بالنسبة لنا طبعا نحن كعادات عندنا في السودان العادات والتقاليد طبعا يعني صراحة جميلة والناس تظل يعني خلاص عاملين أدوار معينة
كل يوم مثلا بيكون في في بيت معين. نعم. وتنجمع الأسر والأهل كلهم، يبدأ طبعا الناس بيصلي العيد، ومن ثم خلاص محددين اليوم الأول بيكون طبعا في اليوم المكان البيت الفلاني البيت الكبير، واليوم الثاني في المكان، وفي هذا اليوم طبعا كل الناس تنجمع، ويكون مثلا اللي هو طبعا الذبيحة وكده، يذبحوا خرفان والناس تبدأ شنو تسوي المشاوي والكبدة والشيء وكده. يا سلام، أيام جميلة صراحة. الأكلات يعني أيها مسميات للأكل. عندنا طبعا زي ما قالت الأستاذ، عندنا طبعا الفتة من الأكلات المشهورة عندنا نحن برضو، لأن العادات والتقاليد المصرية والسودانية قريبة من بعض. عندنا الفتة طبعا أكلة مشهورة، لكن عندنا دائما نحن نعتمد على اللي هو اللحم المقلي اللي بيكون هو مشوي، وعندنا طبعا عندك اللي هو الكبدة والفتاة والفتة وكده والهناي وتأكل لك شطة تخلي عيونك لطة. نعم. صراحة أجواء نحن عندنا يعني تختلف عن هنا، طبعا الواحد يعني شوية بيمشي المسلخ وكده، بس نحن هناك طبعا بنضح في الأحياء. نعم. وطبعا متعودين كله ثلاثة أربعة بيوت بيضحوا مع بعض، يضل الناس شنو يقعد يفطروا، ومن ثم بعد ذاك يقيلوا ويقعد لحد صلاة العصر، يصلي العصر، ومن ثم بعد ذاك شنو تبدأ الناس تبدأ تتحرك تزاور. نعم تزاور اللي هو الأحياء في بعضهم، ومن ثم يكون اليوم الثاني كذلك، واليوم الثالث نفس الشيء. لكن صراحة أنا اليوم يعني حاب أتكلم، أتمنى يوم من الأيام يكون تجتمع الأمة على سن يكون في يوم مخصص للوالدين للأم للأبو، يكون في عيد كده مناسبة أن تجتمع عليها الأمة، لأن اليوم صراحة عيد الأم وعيد الوالدين عيد مقدس، يكون زي يعني يكون أقترح أن يكون يوم في مناسبة تجمع الناس، أو في على مستوى الدول العربية أو الدول العالم يكون في يوم للأم، يوم مخصص للأم، يوم للأبو، ويوم للوالدين، لأن الوالدين صراحة أعظم شيء للإنسان. يعني بدون والدين صراحة، بدون والدينك في حضورك ما تحس حتى لمنزة العيد يعني. صحيح. نعم. أنا طبعا بحكم أني يتيم الأبوين، فاليوم أنت أبوي وأميرة أمي، الله يحفظكم يا رب. أميرة، أنا خلي أخبرك أنا طقوسي كيف في البيت، يعني في العيد، بحكم أني أنا يعني مقبل على 50 سنة إن شاء الله. قولوا إن شاء الله العمر كله تبارك الله. قولوا تبارك الله. تبارك الله. الشهر 9/9 بتخل بصير 50 سنة. صادف العيد 9/9 مع عيد المترو. لا عيد الإمارات. عيد الإمارات. طبعاً وش السنة اللي هو 50 تقريباً؟ مش صحيح. نعم. لا عيد لنا وصلنا ميلادك يعني. نعم. 50 عام يعني متناسبة يعني. صحيح. زين، فأنا شو أسوي؟ أنا أنام بكير في هذا اليوم، بكرة العيد أنام بكير، أصحى الساعة 2:30 تقريبا بحكم لي طباخ، فأجهز الخرفان والبلاليط والخبيص والدنيا لين أذان الصبح يعني الفجر، أروح أصلي وأصلي العيد وأي وما أرقد لين الساعة تقريبا 11 الصبح، لأن عندي ضيوف في المجلس، وهني أنا أرقد خلاص. لكن العادة الناس لا تصحى الصبح خلاص ما تنام، لكن لأني أنا اللي أطبخ فمضطر أني أنا. ما شاء الله أنت يعني 7 صنايع والبخت الحمد لله مو ضايع. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد والشكر. الله يسعدك. حتى في الطبخ. أيه. طبعا الملة من الناس اللي بيحبوا الاكلات الهنائية، دائما هو بكل بكل عنده ثلاجه خاصه بيخط نص الخروف له. نعم. عشان ما حد يعرف. نعم. وبيطلع بعدين البر يمشي شوي. والعكس صحيح، انا اعطيهم الاكل واتمنى يعان. انا احس الرياييل احسن من الحريم البخور. انا اشوف شو رايك بدون مي. طيب اميره خبرينا عن طقوسك انت، يعني انت في البيت الحين بحكم انك انت موجوده هني، زين شو تسوي؟ شوف، اول شيء في العيد يعني اهم شيء احنا ليله العيد ما ننام يعني. نعم. مشكلتنا نواصل. نعم. هذه اكثر شيء بنسويه، فنواصل لين صلاه الفجر اهم شيء، ومثل ما قالت يعني اهم شيء يوم العيد الصبح يكون البيت مبخر كله، ريحه البخور والعود تعج في البيت، هذا اهم شيء. اهم شيء بعدين عاد اللبس. للحين احنا محافظين في البيت على عاده ان احنا كبار وصغار لازم نلبس ملابس جديده في العيد. نعم نعم.
لازم يعني مو بس الأطفال الصغار، حتى إحنا حتى إحنا الكبار لازم ملابس العيد. طبعاً. في ناس لا يقول لك خلاص يعني أنتوا كبرتوا وما أدري إيش، لا إحنا لا عندنا للحين الموجودين. بعدين طبعا في جزء من العائلة يعني حتى من خواتي بيروح يصلوا في المسجد، أنا صراحة ما بصلي، بصلي في البيت. بعدين يبتدي عاد الذبح، يبتدي أهم شيء أنا بيكون عندي علاقة وطيدة جدا مع الخروف قبل ما ينذبح. نعم. لسبب بسيط أنا بيجيبوه في البيت. فدائما أصور معاه سيلفي، يعني نصير في بيناتنا علاقة وطيدة. سيلفي مع الخروف؟ إيه يا فعليك. يكون مبتسم مثلا. أهم شيء طبعا. وتجينا بعد شيء. ونظارة بعد يا فعليك. تدرين أنا عشان ما أنسى بس أميرة، الشيء الحلو عندنا احنا، انا بتكلم عن خرفكان، كيف نعرف ان هذا البيت عندهم حاج يحطون علم فوق البيت؟ اي صح صح، ما زلنا محافظين، لان اليوم انت الحجاج من يتوافدون هذه العائله كمان في مصر موجوده. نعم عندهم مناسبه فنحن نزورهم. فكيف نعرف ان هذا منو اللي رايح الحج؟ ان كثره فنعرف ان البيت هذا فيه علم. الحين ايش بتاعت السالفه؟ توني تسالني بعدني ما خلصت عشان ما انسى كمل. في السودان بيتكتب طبعا، في السودان في العيد بيتكتب برا قدام الباب انه حج مبرور وساعي مشكور وكذا. زين يبنى الخروف وصورنا معه سيلفي. إيه وبعدين اهم شيء فما اشوفه هو ينذبح لان قلبي يعورني. خلاص انت يوم في صوره الله يرحمه كان خروف طيب. لا باكل الخروف ما عنده مشكله، لا ما عنده مشكله. لا. لا. يعني مش ما انا يعني مش اكله لحوم، بس انه يعني يوم العيد لا ضروري لازم اكل. امر رهاني من نعم من اجمل الاشياء ما شاء الله عليكم. نعم استاذ هاني، يمكن عادات كده في العيد ممكن تكون هي بالنسبة لك تكون مفضلة باعتبار انه ما تتخلى عنها في العيد او اي اول يوم العيد، لازم تاكل هذه الوجبة او لازم تعمل هذه العادة؟ طبعا يوم العيد احنا لازم ناخذ العيال معانا ونوريهم العادات والتقاليد، ولازم هم يعرفوا ان في العيد شو يعني شو الالتزام الواحد يسويه عشان نعلمهم. صحيح. نوديهم المقصف، نوريهم كيف يصير العملية وكيف تاخذها وكيف تشتري وكيف تذبحها ونودي المزرعة وكذا يعني. نعم نقطة مهمة جدا، نقطة التواصل. نايس موضوع طريف كده، أذكر السنة اللي فاتت عيدنا طبعا على الأخ، طبعا نحن عندنا كأسر نتواصل مع بعض كده، وعنده طبعا إبراهيم، وطبعا كل واحد اللي هو ابن عمر وإبراهيم كل واحد أديته 500. بعدين لما مشيت طبعا أديت إبراهيم، قال لي هذا ما بيجيب لي دراجة. وقلت كم سنة ده؟ قال لي الدراجة ب 16,000. وقال لي خلاص هذا ما بيجيب، لازم انت هذا دي حق العيديه، وحق الدراجه موضوع ثاني. قلت خلاص انت خذ حق العيديه بعدين يجي. طيب شوف وسبحان الله يعني يعني دي من الاشياء اللي خلاص زي ما قال الشاعر انه يعني لما تدي الطفل العيديه بقلان يعني لازم تديه حاجه انه يكون هو مقتنع فيها انه هو فعلا ده حلمه يعني امنيته حاجه بسيطه. وبقى الآن خلاص 500 درهم بقت ما يعني مش كافية بالنسبة له، ولازم تزيده. كانت نعم. المتطلبات في الأول والأمنيات شيء بسيط، الحين صارت أمنيات. تطلع نعم صارت تطلعات أمنيات. نعم بالضبط بالضبط. نعم بس أنا أعتقد برضو أنه ولماذا تعتقدين هي؟ أعتقد أنه الأهل هي مسؤولية الأهل برضو بفكرة أنه حجم العيدية قد إيه. لا هو أنا مش بديها لك علشان ده يعني حاجة أنت تصرفها، أنت أوريدي كل حاجاتك موجودة في البيت وكل طلباتك مجابة، لكن هي مش بحجمها قد ما هي بفرحتها، قد ما أنه أنا ممكن مثلا ال 500 درهم دول أنا هديك 100 وهديك 400 تانيين تلف على الأولاد اللي هم شوية مثلا ممكن يكونوا فقراء أو رقاء الحال وتديهم، فالفرحة تعم على الكل. أما مش بمكتر المبلغ قوي أنه أنت هتفرح بقدر ما كبر، لأنه كل ما بتديله حاجة لا هو عايز أكتر وهو عايز أكبر، فهو عمره ما هيوقف يعني هيوقف نفسه طول ما في استجابة من الأهل لضغوط الأطفال لحاجات اللي زي كده. نعم أمر. نعم أنا عايز أرجع لعبد العزيز مرة ثانية أستاذة نورة. نورة طوفت نورة؟ نعم يلا يلا على موضوع الخروف. تفضل نورة بس أي سؤال. نعم من الفجر للحين كم حصلتي؟ شو عيدية 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 كم حصلتي؟
ما حسبتها. ما حد عبر. ما حسبتها. لا 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 ما هذا كثير. مبلغ كثير. مبلغ سر. لا لا احنا يعني في فرنسا اول شيء ممنوع ان نذبح الخروف في البيت، ففي اماكن اللي عندهم موافقة مع الدولة اوكي هم اللي يقدرون يذبحون الخروف ونحن نروح نجيبها اوكي. بس اهم شيء شو مع الخروف انه يوم يجينا للبيت ثبتي مايك الله يرحمه اوكي أيوة. يوم يجينا للبيت اهم شيء في خروف يعني نص إلنا ونص صداقة، هذا اهم شيء. نعم. لنحن كل سنة بنسويها يعني، وكتير مهم لأنه هذا يوم فرحة يعني، بس بن ما ننسى المسلمين أجمعين. طيب أنا عندي حل، إذا كانوا يعني مثلا يخافون من مسألة الذبيحة، هو ممكن تقرصون الذبيحة لين تموت، يعني تمسكون الخروف تقرصونه تفصونه لين يموت. أسمع نعم الحوار بيتواصل بكل تأكيد، وهذه الأجواء الجميلة زميلي محمد أجواء العيد مع ضيوفنا الأعزاء اللي بينوروا الاستوديو بكل تأكيد معاكم كمان مشاهدينا، ولكن استأذنكم بفاصل إعلان قصير ومسوم نواصل إن شاء الله يوم في يوم العيد. حياكم الله من جديد مشاهدينا وين ما كنتم، وكل عام انتم بخير ويا مرحبا بكم. وطبعا نستقبل في هذه اللحظه اي حد منكم حاب يقدم عيديه حق محمد الملا ولا حق عمر، لا اعطوني انا وخلوا عمر، لان عمر ما شاء الله عنده همشات كبيره هالايام واصلت لنا من يعني بعض من الزملاء والاخوان والاصدقاء يطرشون لك بيزات. قاسمنا يا عمر ابو عليك قام يتحمحم يا ابو سيدنا الغير الله يحفظك. حبيتكم بكل تاكيد مشاهدينا متواصلين اليوم يوم العيد بكل تاكيد يوم الفرح والسرور مع ضيوفنا الاكارم قامات في مختلف المجالات، لهم التحيه بكل مقاماتهم الساميه الرفيعه مع حفظ الالقاب، ونواصل اكيد في يوم العيد. نعم. عمر خلنا اليوم نستغل وجود ضيوفنا وبنتكلم عن التسامح. احنا وصلنا عند نانيس، لكن نانيس معك بحكم اليوم عندنا رئيس مجلس الإدارة في استثناءات، تعرفين عيد نبغي نطلع بيزات، فبنحول السؤال عند عقب نيجي انت. أوكي. أوكي أبو عمر الحين طال عمرك تعودنا شغلة، حد زعلان منا في العيد نروح نراضيه. نعم. عرفت قايل؟ وهذه عادات عندنا حتى من العادات والتقاليد التسامح. نعم. خاصة في العيد ما نخلي العيد يجينا ولا احنا متسامحين من الشخص اللي زعلان منا. انتم كيف عندكم؟ بس عندنا إلا في حالة واحدة. قول. يوم العيد لازم الواحد يذبح. لازم. احكي لك قصه. قول. واقعيه طبعا صارت معانا السنه اللي فاتت. نعم. بعد ما عيدنا اليوم الاول. ايه. اليوم الثاني طبعا انا الشباب كلهم معاي هاني، واتصلنا بمحمد عيسى. نعم. نحن الان قريبين في منطقه القصيص وطبعا ساكن. وكلمناه على اليوم حنجي نضحي معاك وكذا وهناي. وقام اعتذر قال صراحة أنا الآن في مركز شرطة القصيص. أفا. نعم شو الموضوع؟ قال الخروف شرد. وبعدين قلنا له كيف؟ قال أيوه نعم بالليلة جبت الخروف. أيوة. وحتى الجيران طبعا خدينا الخروف في اللي هو بيقول الحظيرة أو الزريبة. نعم. قلنا له خلاص نحن بنروح ندور الخروف في المكان المنطقة اللي أنت فيها وأنت كمل إجراءاتك. نعم. وهو طبعا مش المركز القصيص عشان يبلغ. نعم. سبحان الله ممكن الخروف واحد يقا يعني يشيله او مثلا كذا وهنا ويسلمه للشرطه. نعم. نحن مشينا طبعا الجيران انا وهاني. نعم. السلام عليكم، سلمنا عليكم وقلنا لهم امس محمد عيسى طبعا بالليل دخل خروف هنا. قال يا اخي صراحه نحن ما شفنا اي خروف. وسمعنا بس هو بالليل حط صوت خروف يصيح. نعم. لكن احنا في بعضنا قعدنا نتناقش. ايه. وجماعه يعني قالوا الدجالان قالوا احنا قعدنا نتناقش انه يعني اكدنا تماما انه هذا مش صوت الخروف.
أكيد هذه مكالمة مسجلة كذي ها؟ أيوه. وبعدين قمنا طوالي مشينا أنا وهاني ورحنا وين مركز شرطة القصيص نعم ولقينا محمد عيسى قاعد طبعا قاعد يسجل في البلاغ ايوه واللي هو الشرطي كان موجود يساله يقول له كم رقم ال كم البليت نمبر حق هنا الخروف شو الرقم حقه قال لي صراحه انا اشتريت الخروف ده من واحد في الشارع ها وهو يبخ خرفان وانا اشتريت منه قال لي لكن انت يا اخي تشتري خروف ما فيه رقم ما في فاتوره يعني ما عنده رقم ما عنده فاتوره ما عنده اي شيء كيف نحن نقدر نسجل لك البلاغ نعم قال له لا انت بس سجل هذا خروف ضايع خرج ولم يعود خرج ولم يعود قال له لا صراحة ان احنا ما نقدر نسجل هذا البلاغ نعم وبلاغك ده احتمال يكون بلاغ كاذب صحيح قال له انا بلاغ ما كاذب قال له بس خلاص سجل الاسم البلاغ باسمي قال له لا تديني لازم رقم الخروف اللي انت ومن المكان اللي انت شريته بلاغ كيدي ضد الخروف ها بلاغ كيدي ضد الخروف بلاغ كيدي نعم طبعا احنا لقينا اصلا الموضوع في النهاية محمد عيسى طبخ الموضوع ايوه وعايز يوزعنا وهو داني يعمل حركة انه الخروف هارب لا اله الا الله وانا اقول هالانسان مبهين حسك يا محمد عيسى سويت هاي الفكرة الكبيرة ها ولفيت ودلت عسد بالخروف والله فشلتني طبعا مركز الشرطة رفض يلون البلاغ وبقى البلاغ خلاه البلاغ ضد خروف مجهول وخلاص لان الخروف لا عنده رقم ولا في فاتوره ولا اصلا موجود الخروف اذا معناته نوصي ان اي واحد لما يشتري خروف هي. لازم ياخذ فاتوره صحيح ويكون عنده رقم بحيث لكن يكون رقم مرجع ابو عمر عشان حتى واحد لو باكر يتحاجج علينا نعم يكون عندنا رقم لكن والله ترى فكره حلوه هذه ها؟ فكره حلوه اعطاني اياها مش طريقة ها؟ بنطلع لازم حد وما نباهم بقول بنروح الشرطة مشكلة تعمل بلاغ وبنخصص شرطة القصيص بنروح هناك نعم الله يحفظك طيب إذا كنت سمحتوا بعد كده بعد الموضوع ده لا خلاص احنا خلاص اقتنعنا انه الخروف فعلا طبعا خرج ولم يعد حد خرج ولم يعد وبقى البلاغ ضد مجهول خروف ضد مجهول وما عنده رقم ولا عنده هناك ما عارف ان هذا الكلام حقيقي والله هناك والله انا اعتقد يعني نحن ما قلنا في العيد الهروب من الذبيحه هذا غير مقبول كذا اي نعم لما يكون عندك صديق لازم اول تذبح له نعم لا اقول له اول شيء اذا هنا يقول له اكيد شو الفاتوره رقم الفاتوره عندك من اي مكان نبغى نعرف احساسه هاني شو حسيت انه هل محمد عيسى كان صادق ولا ها مسوي حركة والله صراحة في البداية أنا استغربت أنا قلت يمكن الموضوع حقيقي خلينا أنا ومصباح نروح نشيك الموضوع نعم خلينا نسبقه بدنا نروح المركز نروح بيته نعم سوينا شكل تحري تحري على الموضوع أيوة لما قمنا سألنا قال لا هو موجود أصلا ولا خروفه موجود يقول طب ليش هو يقول يعني انشرد الخروف قلت نحن سمينا السياح يعني زي كان حاجة مسجلة بالتلفون للجيران محمد عيسى يقول محمد عيسى رابع بكرة كان يبتلك ديايتين وكتبت عليهم لحم خروف حليت الموضوع يعطيكم الصحة والعافية طبعا عندك الحين نانيس أيوة. شوف كيف حفظت اسمك الله نانيس الله يا نانيس نعم. اليوم احنا يعني في العيد والعيد مثل ما انا قلت قبل شوي انه دائما نتسامح من الناس اللي زعلانين منا ويا كثر الناس اللي زعلانين مني انا يا كثر لا انت ما تزعلش والله ازعل مش باين والله خلا أقول لا يزعلوا من كلمة الحق من كلمة الحق أنا عايز نعم. أقول لك إحنا كمصريين إحنا نعم. بنخلق النكتة من أي شيء نعم يعني دي على فكرة دي ميزة كبيرة إن إحنا بنعدي وسط كل حاجة بالنكتة بالبهجة حتى من كتر ما معنى التسامح قبل عيد الفطر قبل رمضان نسامح والناس ترجع تاني تأذينا ونسامح يرجعوا يأذونا قلنا خلاص بقيت البوستات على السوشيال ميديا والله ما احنا مسامحين طالما انتوا زي ما انتوا ما بتتغيروش نعم فبدأت بقى الفيسبوك والسوشيال ميديا وكل الحاجات دي تنزل ولكن بشكل نكتة بشكل نعم. جميل وده ليه لان فعلا مش هقول اغلب الناس ولكن بعض الناس ما بقاش موجود فعلا معنى التسامح اللي هو يعني انا اروح لحد زعلته واقول له احنا قبل العيد وحقك عليا وما تزعلش يصمم انه ياخد موقف يصمم محمد عيسى اشوفك ما عليه محمد عيسى تشرد ها تفضلي كملي فمن كتر ما الناس بقوا متمسكين ان هم ما يسامحوش احنا كمصريين صنعنا البهجه من الموضوع ده خلاص انت مش عايز تسامح خلاص بقينا بنطلع بقى البوستات ونضحك على نفسنا نعم 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 يمكن التسامح معنى كبير وعنوان اكبر واسم يمكن والان هو شعار لعام التسامح في دوله الامارات العربيه المتحده
بكل تأكيد، وده بيدل على مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في أن هي دولة رائدة في مجال التسامح، دولة تفرد أياديها البيضاء دائما للجميع. لما تحدث عن تسامح عبد العزيز، عايز الآن عن يمكن أخذ من نانيس حديث عن تسامح، هل فعلا نحن بنسامح حقيقي من جوا، يعني فعلا بننسى الأشياء الخطأ، وهل فعلا نحن عندنا قابلية لأن نحن نمحو جميع الأخطاء ونفتح صفحات بيضاء في كل عيد؟ والله العظيم يعني عندك المسامحة شيء واجب، يعني ما ليش تشيل بينك وبين شخص آخر الزعل أو الضغينة أو من هالأشياء تشيلها على شخص أنت كان عزيز على قلبك، والله يرحم يعني الله يسامح الناس جميعا. يعني أنت ما تسامح شخص قال لك كلمة يعني أو ضايق أو ما كلمك يوم أو ما يعني أنا بخصوص بالنسبة لي أنا شخص ما يعني ما أشيل على حد، إذا يبي يكلمني يكلمني، ما يبي يكلمني بعد أحياه الله. فالموضوع إنه سامح الناس، خلك مبتسم، ضحك الناس، يعني شيء بسيط شيء بسيط، يعني ما لا تشيله على كتفك وتخلي خلاص. لا أنا أقول أيضا في نقطة مهمة يا جماعة، ترى أحيانا في بعض الأخطاء لا تغفر، لكن في مفهوم التسامح ترى مختلف. اليوم أنا إذا شخص أذاني بقوة أنا أسامحه، لكن مو بشرط إني أرجع له، ترى هذا لأن إذا كان فرق. إذا كان التواصل مع هذا الإنسان مؤذي لي، لا البعد عنه أفضل، ولكن أسامحه في داخلي، لأن كل إنسان فينا محتاج إلى حسنات، محتاج إلى في يوم من الأيام بتقف أمام رب العالمين وإن الشخص هذا غيرك يسامحك، فرب العالمين يقول هذا الرجل سامح هذا وأنا اليوم خلي هذا يسامحه. بس عندي سؤال، عندي سؤال، مو بشرط أبو عمر. طيب الشاعر، كيف الواحد كيف الإنسان يبني صفات التسامح؟ كيف الإنسان يكون مسامح؟ نعم. كيف الإنسان يبني صفات التسامح في نفسه؟ نعم، هي هذه ترى احنا نقول دائما، نقول سبحان الله احنا خلقنا فسيولوجيا في أخطاء في حياتنا، سواء أنا أخطأ ولا أنت. نعم. الله سبحانه وتعالى في صفات ومن ضمنها التسامح، إذا احنا مفروض يعني نقتدي بالرب، برب العالمين. لا، كيف نحن نقدر نسامح الآخرين؟ طيب يعني ممكن أجاوب على هذا السؤال. نعم. كيف نقدر نسامح الآخرين ما دام نحن اليوم هذا ما دام نحن اليوم في يوم عيد؟ نعم. وصراحة يوم جميل، وكيف نقدر نحن نسامح الآخرين؟ شنو المفروض الأشياء أو الصفات؟ نعم. اللي هو الإنسان بحس أنه يقدر أنه يبنيها في دواخله، حتى أنه شنو نقدر يعني زي هي نحن عايزين اليوم في هذا المناسبة في عام التسامح في يوم العيد في يوم عيد الأضحى المبارك، أعاد الله علينا وعليكم بالخير والبركات، عايزين نطلع مبادرة اسمها مبادرة التسامح. نعم. في عام التسامح، وكيف الآخرين أنه كيف أنه الشخص الآخر يسامح الآخر حتى ولو كان. مشكلة في إيش؟ مشكلة أحيانا الناس إيش كيف يقدروا يرسل لك أنا سامحتك وأنا متنازل عن حقي وأنا طيب هل أنت تتوقع أنت اللي راسل لي أنا سامحتك؟ ما هي الفكرة مش أنت تسامحني. نعم. الفكرة مش أنا أسامحك، الفكرة أنت تسامحني. نعم. أحيانا كثير الناس يرسلك أنا مسامح فلان وأنا ماشي شايل ضغائن، هل انت بس اللي ما لا الفكره الاخر اللي انت قادر على انه يسامحك؟ هو هذا اللي لازم تطلبه، يا فلان سامحني مو يا فلان انا مسامحك، تفرق. لا انا قصدي كيف نحن نقدر نولد مبادره التسامح في يوم في عام التسامح في يوم العيد، ونحن عايزين نطلع بمبادره مثلا في هذا اليوم الجميل يوم العيد، عايزين نطلع بمبادره بدون ما تكلميني واكلمك، يكون في شنو في مبادرة تطلع من قلب الإنسان للطرف الآخر بدون ما يكون. أنت لازم تكون أساساً، لا أنت سألت قبل شوي سألت السؤال بيقول كيف ممكن أنت تكون في داخلك القدرة على التسامح؟ هذه نعم. لها متطلبات تدريب. أحياناً نوعية الأخطاء هي اللي بتفرض عليك إذا كنت تقدر نعم. تسامح ولا لا. مودك اللي أنت كنت فيه، حالتك الاجتماعية، حالتك المزاجية، حتى ولو اليوم الواحد، حتى ولو أيام، حتى مع نفسك، حتى مع نفسك، مع نفسك أنت، حتى ولو حتى نفسك ما تقدر تسامحها يعني على فكرة. لا أنا أتكلم عن اليوم، أنا أتكلم عن حتى ولو كان الموضوع أنه الموضوع لو كان هو ما في ما 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 يكون فيه أنه قد يكون كبير هو في حد ذاته، لكن إحنا عايزين بس مثلاً في يوم العيد أو في عيد الأضحى المبارك في هذا اليوم
يكون في تسامح ولو كان فتره مؤقته. ما هذا التسامح بيجي بينشا فين؟ لما انت تجتمع في الجمعه اللي هي اللي انت اللي موجودين فيها، اذا صار في امكانيه الناس مجتمعين في عيد الضحيه على الاكل على الجمعه على المعايدات، ممكن يكون في مبادره التسامح اذا ما هي نشات بين المجتمع الصغير، هي ممكن تنتشر الى المجتمع. يعني انا مثلا انا قصدي انا قصدي هل التسامح شرطا انا اتواصل معك؟ لا، باعتبار انه يمكن اذا كنت استاذ اصبح بطريقه صحيحه. كيف نقدر نطلع بمبادره التسامح في يوم العيد؟ وهل اذا كان مثلا حتى لو كان الموضوع اللي بيني وبينك كان كبير ومتشعب، وانت ما هي اصلا التسامح، وانا على ما اعتقد على حسب فهمي هو تصفيه النيه والنفس، يعني هو يمكن يتكلم عن التسامح مع النفس. ترى قلت لكم عن التسامح مع النفس. نعم، اذا صفينا نيتنا في هذا اليوم انا اتوقع نعم. على الاقل تجاوزنا نعم. في هذا اليوم بدل ما انا اخذ تحمل علي ونحمل عليك. نعم، انا عمر عندي لك سؤال. لا تفضل. انت في سؤال اعتقد ان احنا لو افتكرنا واحد يتكلم الله يرحم والديكم. انا اعتقد ان نصفي النيه أيوة. ان دايما نكون متذكرين الله واجرنا عند الله، وان نعم. احنا لو بدانا وبدرنا بالتسامح ده عند الله هيكون اعلى بكتير من يعني موقف هيبقى مهيب زي ما حضرتك ما ذكرت ان احنا واقفين قدام الله عز وجل وبيقول لنا حاولوا تسامحوا فلان او فلان سامحكم هتسامحوه ولا لا. لا، احنا مسامحين في الدنيا نعم. عشان ناخد اجرنا دنيا واخره. مش شرط ان انا ارجع اتعامل مع اللي اذاني تاني لانه هو انا عرفت ان هو شخص مؤذي، ولكن من داخلي قدام الله ولما نتقابل انا مسامحك عشان ترتاح. والله ممكن يوميا انا ادعي عندك سؤال لحظه يوميا الانسان يدعي يقول يا رب انا او يقول انا سامحت كل انسان خطا في حقي، لان مثل ما قلت لكم احنا محتاجين حد يسامحنا. انا بسالك سؤال، انت ليش دائما تشجح نوره؟ عشان هي ضعيفه يعني؟ العفو هذا اللي بيحاول يشتنا، واليوم يوم العيد يوم التصافح والتسامح. انت اول واحد بعيد عن التسامح يا بهذا اللي انت نورا سامحي خلاص اتفضل معك. يعني مثلا زي الموقف حق شوف السنه، احنا السنه اللي فاتت فوتناها سامحنا، السنه دي لا سامحنا محمد عيسى، بس السنه دي احنا ما حنسامحه. يعني بكره اليوم عليهم، ثاني يوم عليهم امام الملا محمد عيسى يا ويلك. وبعدين طبعا طلعت قوانين جديده نعم. انه اي واحد ما يشتري خروف بدون ما يكون له فاتوره ويكون عنده ورقه، يعني في محمد عيسى لو اشتري يدينا لازم رقم الفاتوره رقم شاصي. زين ابو عمر في سؤال يفرض نفسه اليوم، انت كبيرنا هني زين، في عيديه ولا ما في؟ اكيد في عيديه اليوم طابور كلنا يعني. نعم اليوم نحن في عيديه، نحن طابحين خروف ما شاء الله. ما نبغى خروف احنا مولود ما عيد لحم عيد الاضحى نعم يلا يمشي أنا أسأل أستاذ نورة يمكن وده أسأل كمان عبد العزيز عن التسامح ومفهومكم للتسامح، وهل يمكن أستاذ نورة أنك تسامحي وتقدر تمنح يمكن الشخص الآخر فرصة حتى إذا من غير التعامل كما ذكرنا أنه ممكن ما يتعامل معه، ولكن تمنحه هذه الفرصة لأنه أنت تسامحيه وتقدر تتجاوز عن الخطأ؟ أنا بصراحة كل ما يسوي خطأ أحاول أني على طول أرجع وأطلب مسامحة، يعني أطلب الشخص أنه يسامحني هي على طول، يعني أنا متربية كده يعني. فأكيد أنه اليوم العيد يوم مهم للتسامح، هذا كلنا نعرفها، لكن أهم شيء أن الإنسان مو بس يوم العيد أنه يطلب التسامح، لا لازم كل مرة يوم يحس أنه هو سوى يعني خطأ لازم يرجع للإنسان وعلى طول يرجع له ويطلب منه مسامحة، يعني هذا لازم يكون داخل الإنسان ومن يعني مخاطره ومن كل قلب يعني. نعم أنا بسأل سؤال لأنه سؤال بس مثلا الحين إذا كان عندك زعل بين الأقارب والأصدقاء، هل إذا كان الزعل بين الأقارب راح يكون يعني مثل ما قال الشاعر إنه يمكن ما يقدر يسامحه بعدين، يعني يسامحه بس بعد فترة ما يقدر يرجع له، بس إذا كان من الأقارب هل راح ترجع له أو لا؟ ترى إحنا نقول شوف اليوم الموضوع يعني الموضوع يخص موضوع الفكرة نفسها، يعني اليوم أنت يمكن تكون شخص مخلوق يعني تأذي فسيولوجيا فيك هذا الشيء صحيح. كل إنسان ترى عنده سبحان الله شيء في حياته، يعني أنت طبعك تأذي مثلا هذا الشخص تأذي حتى لو سامحتك وبتي مرة ثانية، فالبعد منك أفضل، هذا لا يعني أني أنا أكرهك أنا مسامحنك، لكن وجودي وياك يأذيني ايه. وهذه مصيبة، إذن البعد أفضل. عرفت قايل؟ بس ننتقل إلى منال اليوم نتكلم على التسامح عشان نختمها اليوم، عندك اليوم ختامها مسك. الشاعر قبل ما نتحول لمنال نعم شو رأيك تدينا كده قصيدة؟
قصيدة؟ ايوه قصيدة شعرية. وقطع زاد شو اقول لكم الحين؟ وقطع بمناسبة شوف بمناسبة عندك شيء على تسامح؟ اي شيء كذا يعني انا ما عندي على سريع تيكاوي لا اليوم شوف العنصر النسائي طاغي على المكان فخلونا نقول قصيدة يعني جميلة شو رأيكم؟ غزل تبغون بيتين يعني. شعر ولا تبغون قصيدة كاملة؟ بيتين بيتين والله قصيدة كاملة قصيدة أنا زين أنا تعودت أنا تعودت بكل أمانة يعني أني في هذا اليوم عندي قصيدة غالية على قلبي يا وأحب سلام. أقولها دائما عن أمي الله يرحمها الله يرحمها يا سلام نعم فأقول صباح الخير يا يمه صباح الورد وزهوره يا أحلى صبح بالدنيا صباحا يبتدي بأمي بذكر اسمك حلف فم يكون اسمك هو عطورة أنا فمي تعطر بك يا أغلى ما ذكر فمي أنا منسى دموعك يوم كانت لجلي منثورة ولا أنسى بعد عمري حليب سار مع دمي ولا أنسى سهر عينك ألا يا عين ماجورة غمرتيني بحنان الأم وعطفا واجدا جمي أشتت همي بوجودك وأخونا وأعلن الثورة دغبتي عن عيوني أقول يا همومي التمي ما بكمل قصيدة ولكن بقول كل عام وانت بخير لكل أم في هالدنيا وكل عام وانت بخير لكل أب في هالدنيا مهما تكلمنا على الأم يعني نحن مقصرين ولكن الرسالة هي أن نقول بر والديكم باختصار صح لسانك شكرا على هذا الأبيات الجميلة هذا يوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك بمناسبة قصيدة عيد الأم شكرا جزيلا الله يسعدك يا أبو عمر يعني بكل أمانة يمكن تكلمت كذا موضوع في هذا الموضوع يعني أنا ربتني أمي وأنا طفل توفى والدي ولكن هذه الأم بالرغم منها أمي كانت عظيمة كانت تأخذنا صلاة المسجد وتنتظرنا برا وأنا أنا طفل 6 سنوات عمري فيعني جيل لن يتكرر الله يرحمهم ربنا يرحمهم إن شاء الله جميعا إن شاء الله تفضل نرجع مرة ثانية لمنال يمكن منال نعم. التسامح والمنال وأيضا نتكلم إنه إحنا كمان في عام التسامح وفي أيام مباركات ويوم العيد والتسامح في العيد صحيح يعني في عاد يعني تربية هي الأساس تربينا على تحمل الخطأ والمسامحة بين الناس شيء ضروري فدائما نسامح المخطئ مهما كان خطأه لأن الدنيا زائلة والجرح كمان يزول مع صحيح. الأيام نعم. فلا بد أن نسامح دام ربي غفور ورحيم ليش نحن ما نسامح نعم. والإنسان يعيش مرتاح والله بكل أمانة الكلام للجميع الإنسان بس تسامح الإنسان أختي أميرة والله إذا كان متسامح بشكل يومي ينام هو مرتاح ما يحمل هم في نفسه والله لأن إحنا ننام ما ندري إذا بنصحى ولا لا فلا تشيل شيء في قلبك يا أخي لو غلط عليك هذا الشخص سامحه راح تشعر بالسعادة الحقيقية إنك أنت إنسان صافي النية صح ولا لا هذا نوع من التدريب يا محمد على فكرة إنك أنت تقدر توصل لهذه المرحلة هذه لا نوع من مجاهدة النفس لأنه النفس أمارة بالسوء دائما تأخذك للشيء اللي هي يشعرك بالسعادة حتى لو هو شر نعم. فهذا نوع من التدريب والتدريب القاسي جدا انك انت توصل لهذه المرحله انا كنت احكي قبل شوي احكي لك عن القصه لما نكون انت عندك المقدره انك انت تقتص وتاخذ حقك من شخص ظلمك او ضحك عليك في نفس الوقت اللي انت كنت بتحسن اليه هو كان بيخطط انه هو يسيء لك تكتشف هذا الشيء بعد فتره يمكن من الاوراق من التواريخ من وانت قادر على انك انت تأذيه او قادر على انك تاخذ حقك منه وبالتالي هو راح يتأذى تقف كذا تحس انه لا ما ابغى خلاص مو ضروري ما يعني من الموضوع مو مهم تحس ان انت تكبر على نفسك انت حتى على لحظة ورغبة الانتقام الجامحة اللي بتيجي في لحظة انك انت بتكبر عليها بتحس ان انت يعني فعلا مجاهدتك لنفسك وقدرتك على انك إن تبني شخصية متسامحة او شخصية عندها القدرة على ان تعفو عند المقدر هذا امر كبير حتى في القرآن يقول لك نعم. والعافين عند المقدرة العفو عند المقدرة من اصعب الاشياء قدرتك على انك انت تاخذ حقك كامل ورغم ذلك تعفو وتكبر على هذا الأمر هذا قمة التسامح ترفع الأمر من الأرض إلى السماء وترفع يعني الأرض من قاضي الأرض إلى قاضي السماء حتى لو الإنسان حتى لو الإنسان هو كان مظلوم أفضل شيء تترك أمرك لله صح أفضل شيء حتى الإنسان لو كان هو حس أنه هو مظلوم من الطرف الآخر أترك أمرك لله يعني هذا شيء أنه أحسن شيء الإنسان يترك أمر الله سبحانه وتعالى
ربنا سبحانه وتعالى هو بياخذ حقه. المشكله حسبي الله ونعم الوكيل. للمشكله انه احنا الحين نتكلم عن التسامح، نتكلم عن الاخلاقيات في البوستات، في التواصل الاجتماعي، بس هل التنفيذ على ارض الواقع موجود على كميه هذا القدر من الكلام ومن الادعيه ومن النصائح؟ لا يوجد. هذا جدا لا صعب. لا يوجد اعظم مما يترك الانسان امر الله سبحانه وتعالى. اذا كان الانسان مظلوم في ايام لا يوجد اعظم، حتى ما تقول انا لله وانا راح خليه، بس لا يوجد اعظم. بس انت لو تترك امرك، انت حسيت انت مظلوم، اترك امرك لله. سترى النتائج، سترى العمل انت بنفسك. والله استاذ نتمنى ان احنا نعيش في فعلا في دنيا سامحه. افضل شيء يعني اكيد مش مدينه افلاطون، لانه ما راح تكون موجوده. نعم. يعني وربنا سبحانه وتعالى دائما هو غالب. صحيح. نعم. ما في شيء أعظم من الله سبحانه وتعالى. والإنسان لما يترك أمر الله سبحانه وتعالى، ربنا غادر وربنا عظيم. نعم. على أنه يرجع حقه. نعم بالتأكيد. يعني مشاهدينا، حلقة ممتعة مع ضيوفنا المميزين والرائعين، والذين اليوم يعني أطغوا بأجواء جميلة فيها يعني نوع من الجمال الروحي والمعنوي والمادي. نزيل. نعم. وناقص بس لهم بس يحطون أياديهم في ها الكويت. ايش فيك؟ ها اشوف مستعد تبارك موجود. لا والله بكل امانه جدا يعني لمه حلوه وجميله. اجواء يعني اجواء العيد دائما اجواء حلوه فيها نوع من التسامح. ها مسامح تسامح. ليش ليش ايش سويت فيك انا؟ ما قلت شيء انا. قلتي لا سويتي لا. يعطيكم العافيه. طيب مصطفى السلام عليك، كل عام وانت بخير. الباشا كل عام وانت بخير. يا سلام. النبوري انا عيد مبارك له. يعطيكم الصحة والعافية. ايش رايكم ناخذ عمر يعني كلمة من كل حد من الشباب الموجودين، وبعدين ان شاء الله يكون ختامها مسك مع هالمجموعة الطيبة. نبتدي على يسارنا. نبتدي من الاستاذ منال. منال يلا زين. منال عندك شو تحبي تقولين في هذا اليوم الجميل وهذه المناسبة وهذه اللمة الحلوة؟ الناس الأهل والكبار. صراحة أحب أن أهنئ جميع المتابعين، بالخصوص أهلي، إضافة إلى قولي مشاهدة نشتي على بالك سناب شات زين. كذلك دولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبا بعيد الأضحى المبارك، وعيدكم مبارك. الله يحفظك. تفضلي. أنا حابة أقول كل عيد وكل شيوخ الإمارات بخير وصحة، والبلد دايما آمنة ومستقرة دايما، وكل عيد وأهلي وأقاربي وأصحابي ومعارفي والقعدة الحلوة دي كلنا بخير وصحة إن شاء الله. آمين. ومتسامحين وما فيش في قلوبنا أي شر، وده يستمر على طول مش لفترة عيد ولا رمضان ولا مناسبة. يعني إن شاء الله يا رب يهيئنا ان احنا دايما نكون صافيين النفس كده وناخد بقى العيديه. امين. ونقول اسكابوريا. امين. احب اعيد دوله الامارات وشيوخها وكل القاده وكل الامه العربيه، اتمنى انها تكون بخير وتكون في سلام وتكون في تسامح، واتمنى انه كلكم تكونوا بخير ان شاء الله، والاعياد كلها ايام تكون بركه وتكون تجميع وتكون صله رحم. واحب اعيد اهلي واولادي واخواتي وكل الناس اللي انا اعرفهم، تحيه من قلبي ليكم، وكل سنه وانتم بخير. مع صحن كابوريا فته. انا بتاعت الفته. اميره الفضل. يا اميره يقول في حضورك يا اميره. تفضلي. اول شيء حطي الميكروفون بكمل البيت. يقول في حضورك يا اميره كلها العالم شتات، تقلبين الكون باصبعك اليمين، لا حضرتي كنا ما مثلك بنات، تبعدين الزين وانت تقعدين فلوس لو سمحتي. ما ببلاش. اول شيء انا سعيده بوجودي معاكم اليوم في هذه الجمعه الحلوه، وهذه يعني فعلا اجواء العيد اللي جمعتنا بالمحبه وجمعتنا بالتسامح، جمعتنا بالسلام وبالموده اهم شيء. طبعا سعيده اني اكون كمان ضمن اللي راح الناس اللي بتعيد الناس من خلال شاشه قناه الرواد الفضائيه. الاجمل في الموضوع انك انت تنقل محبتك وتحياتك وتهانيك ومعايداتك من خلال
آرائكم من خلال يمكن مناقشات ومن خلال كلمات ومن خلال إحساس وتوارد خواطر بينك وبين المجموعة الطيبة. طبعا عايد دولة الإمارات قادة وشعبا وحكومة وكل من لا وطأت قدماه أرض الإمارات الحبيبة، لأنه على كثر ما فيها من ناس، على كثر ما فيها من 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 تنوع في من كل الجنسيات، على قد ما فيها من تسامح وتواصل ومحبة. هذا بنلمسه، ما هذا بنلمسه في كل مكان. يعني الحقيقة ما هو مجاملة ولا نفاق ولا رياء. هذا شيء طبعا احنا بين أهلنا هنا، احنا ما احنا أغراب. هذا شيء. الشيء الأهم، أتمنى للأمة الإسلامية أنها تجتمع وتتوحد وتنتهي فيها الحروب، ينتهي فيها الشتات، ينتهي فيها الألم، وما عاد نشوف لا في الأخبار هذه المناظر المؤلمة والمؤذية واللي تعصر القلب الحقيقة. ما نتمنى نحن نشوف. الله يجمعهم دائما على الخير، وكل عام والجميع بخير. وطبعا عيد الوالدة اللي طول عمرها، آمين. بس مين موجودة في مصر طبعا بتعيد هناك مع الفتة أخواني وأهلي كلهم وصديقاتي وكل من يشوفنا من خلال قناة رواد الفضائي. تذكر مسافرة عن يوم منتظر أنا. والله تعالى. نعم. صعب العزيز. حاب أشكركم جميعا على هالاستضافة من قناة الرواد، وعندي لكم مفاجأة جديدة إن شاء الله. راح يكون في برنامج في قناة الرواد أنا ونورة إن شاء الله بنكون فيه، فانتظرونا قريبا إن شاء الله بإذن الله تعالى. شو اسم البرنامج؟ ما أقدر أصرح والله. خليها تشويقية. نعم. أستاذة نورة كل عام وأنت بخير إن شاء الله، ورسالة لكل المشاهدين. أبريهم على البرنامج بعد. مو تكردي لهم كل شيء، بس أعطيهم شوية مهارات. ما أقدر. أوكي خلص. عيد تفضل. طيب. فبس أبغى أقول لكم كل عام وأنتم بخير للدولة الإسلامية كلها، يعني المسلمين أجمعين، وإن شاء الله يعني المشاهدين تابعونا وكملوا معنا، لأنه تفاصيل أكثر بان على. ما أقدر أقول بعدين. طيب. بعدين بس خليكم معنا. نورة كم سفا؟ سفا بيا؟ سفا ميرسي. أوكي يلا. أستاذ هاني إبراهيم كل عام وأنتم بخير مرة ثانية إن شاء الله. بخير إن شاء الله أجمعين إن شاء الله. وأنا أقول يعني نستغل هذا اليوم صراحة، يوم العيد، بالتسامح والتواصل. وكنت أبي أجاوب على أستاذ مصباح لما قال يعني يوم العيد نحن شو نسوي من مبادرة، واحد جاوب فيه يعني شو نسوي شيء في هذا اليوم نخلق التسامح. فأنا أقول يعني في حال أن أنت الشخص هذا زعلان منه وايد، لأنه لا ترسل له لا رسالة ولا تتصل عليه، هذا شخص تروح تزوره شخصيا. فزيارة شخصيا هذه أنت بتبعد الشغلات اللي موجودة في القلب، وتكون يعني في صفي النفوس. نعم. صفي النفوس. نعم. وهذا هو وينعاد علينا وعليكم إن شاء الله. آمين أجمعين يا رب العالمين. أنا رسالتي لكل الأمة الإسلامية كل عام وأنتم بخير، سواء كان داخل الإمارات وخارج الإمارات. وكذلك عيدي هني صراحة حكام دولة الإمارات العربية المتحدة صراحة، وكذلك هني كافة الأمة العربية، وكذلك هني اللي هو فريق العمل في مجموعة الرواد للأعمال اللي هو الذين يعملون خلف الكواليس. وكل عام وأنتم بخير، وكذلك أسرتي ووطني وأهلي. وصراحة أتمنى من الله في هذا اليوم الجميل الشيخ يوم العيد، العيد الأضحى المبارك، أتمنى صراحة الاستقرار للدول اللي هي الدول العربية. وكذلك أتمنى لضيوفي الكرام من خلال شاشة الحضور الموجودين في هذا اللقاء الجميل، كل عام أقول لهم كل عام وأنتم بخير، و على الأمة الإسلامية أجمعين. نعم. طب بالطبع أنا وزميلي عمر نشكر كل الحضور اللي أثروا البرنامج، جزاكم الله خير وكل عام وأنتم بخير، عساكم دائما إن شاء الله من العايدين. إذا مشاهدينا وصلنا نهاية حلقتنا في أول أيام العيد، يعني نعم الأضحى، يعطيكم الصحة والعافية. سيد الملة، بس نحن عايزين نوصل رسالة. تفضل. نحن ما بنسامح أي واحد يتعذر بأنه الخروف لا لا أكيد بفوز. صدق وانا على فكره كنت بسوي بعد شعار اي شخص غير متسامح معناته عنده الخروف اللي خرج لم يعد. نعم. نعم انا يمكن سعيد وممتن جدا. انت سعيد ولا عمر؟ انا سعيد وعمر ممتن. نعم ممتن بكل تاكيد، وسعيد كثيرا مشاهدينا انه نكون في ضيافه هذه الكوكبه النيره
والأساتذة الأجلاء بكل تأكيد. يوم العيد كان يوم جميل جدا بوجودهم وحضورهم، والوطن العربي أيضا كله هو حاضر هنا، عادات وتقاليد تجمعنا بكل تأكيد، ودائما ما نعيش الفرحة في وسط أهلنا إذا كنا في الإمارات العربية المتحدة أو كنا في أي مكان في الدول العربية، فنحن نعيش الفرحة كاملة متكاملة بكل تفاصيلها. تحياتنا لكم بكل تأكيد، وتحياتي وتحيات الزميل. وأنا أقول يا علم أرقى وأرقى في فضاك بلا عدامة، يا علم أرقى وأرقى في فضاك بلا عدامة، واستهل لي يا إماراتي بعيد المعايدة، ألا شعب بعد حب ربه يحب حكامه، شعب يحب خليفة مثل ما حب زايدة. الله 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 راسي. الله شكرا جزيلا. شكرا لكم كثير مشاهدينا، ونلتقي إن شاء الله في يوم عيد آخر. دمتم بألف خير وعافية، كل عام وأنتم بألف خير وأنت بخير. شكرا جزيلا.